أما هلأ رح أروح لمحطتنا الخاصة، ومثل ما حكينا ببداية صباحنا اليوم رشا، عنا محطة خاصة لذكرى تأسيس إذاعة دمشق، الإذاعة الأحب على قلب العرب والسوريين بالخصوص. أكيد. الإذاعة اللي انطلق منها أول صوت بسوريا، الإذاعة المفضلة لدى الجميع حتى الآن، رغم كل الفضاءات الواسعة للإعلام الموجودة ما زالت إذاعة دمشق تحظى بالمحبة وتحظى أيضا بالمتابعة الكبيرة. تحية لكل مؤسسين إذاعة دمشق، من رحلوا ومن بقي طبعا على قيد الحياة، وللجيل الجديد اللي حمل الأمانة وكان قد هاي الأمانة وصانا من خلال برامج متزينة ومن خلال رسالة متزينة. عام 1947 انطلقت إذاعة دمشق، نحن بعام 2022 نوجه التحية لكل صناع هذه الإذاعة. بالبداية بدي رحب اليوم بضيفتنا، وهي ضيفة عزيزة طبعا، هي مذيعة ومعدة من إذاعة دمشق، وهي معروفة بالوسط الإعلامي بأنها المذيعة المجتهدة والمشاكسة واللي تشتغل مثل ما بيقولوا هيك من 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 جوا قلبها. يسعد صباحك هناء العباس، اهلا وسهلا فيك. تحية صباح الخير التلفزيون، تحية لكل العاملين ولكل الإعلام السوري الوطني المحب دائما لمتابعينه، ومحب أيضا لوطنه وللعالم بشكل عام. يعني هلا اليوم المعايد يا وحده، بدنا نعايدكم هيك بشكل خاص، ونعايد حالنا بوجود اذاعه مثل اذاعه دمشق. وقت بدنا نستذكر اذاعه دمشق ما فينا ما نستذكر الامير يحيى الشهابي. هنا دمشق، هنا دمشق اذاعه الجمهوريه العربيه السوريه، هو اول من صدح بهذا، يعني هنا دمشق اذاعه الجمهوريه العربيه السوريه كانت ليحيى الشهابي. يعني مسيرتنا انطلقت اول شيء من شارع بغداد الى شارع النصر وصولا الى ساحه المويين. يعني 75 سنة من العطاء في هذه الإذاعة، كوادر مهمة جدا كانت في هذه الإذاعة، هي كوادر العلاقة بالفن، بالمسرح، بالإعلاميين أيضا، بالفنيين، بالمثقفين الكبار. يعني هي إذاعة دمشق رفضت سماء العالم فينا نقول، والسماء العربي أيضا، بالفنان اللي صدحت أصواتهم في كل العالم. ما بننسى فيروز اللي انطلقت من إذاعة دمشق، ما بننسى وديع الصافي، وديع الصافي كمان، ما بننسى عبد الحليم حافظ، صافيني دندنا على هواء إذاعة دمشق. يعني كثير أسماء كثير كبيرة انطلقت، هم رواد الغناء العربي، انطلقوا من إذاعة دمشق وتألقوا في سماء الغناء العربي وعلى صعيد العالم أيضا. يعني بالإضافة للدراما، الدراما في إذاعة دمشق كان لها وقع كبير وأثر كبير، منها انطلقوا أيضا فنانين كبار من إذاعة دمشق إلى العالم كما نقول. يمكن من أشهر المسلسلات الدرامية حكم العدالة، حكم العدالة ننتظر نهار ثلاثة يطلع، يعني إحنا وطفال ربينا أن نسمع حكم العدالة. يعني صابر وصبرية، من بينسى صابر وصبرية، في ظواهر مدهشة، في برامج كثير حلوة حقيقة في إذاعة دمشق، مرحبا يا صباح، مرحبا يا صباح، الذاكرة غنية. يعني اليوم تختلف يمكن الأعمار والأجيال، أو يمكن هذا الجيل الجديد ما كثير ارتبط بذاكرة الإذاعة مثل الأجيال اللي قبل. ما فينا ننكر أكيد في بعض وسائل الإعلام تأخذ شوي من وهج بعض الوسائل الأخرى، ولكن الإذاعة حافظت على وجودها، لأنه ما في واحد فينا ما بيركب السيارة فبيضطر يسمع إذاعة، لا بيقدر يشغل الموبايل بسهولة هو عم بيسوق ولا يشوف تلفزيون، فحيكون ملجأه الإذاعة. يعني هي وسيلة سهلة موجودة، صحيح. يعني حتى ستات البيوت، حتى نحن وصغار، أنا بذكر كل بيت بده يكون في راديو حكما. يعني نحن ربينا على هذا الشيء، أنه في راديو عم نسمع نشرة تنتين وربع الصبح، مرحبا يا صباح، النشرة الصباحية. قلت لك البرامج، حتى مسلسلات الدرامية بالإذاعة، بالإضافة إلى هيك بتعطيك جرعة من المحبة إذاعة دمشق من خلال الجو الحلو اللي فيها إذاعة دمشق. يعني هي إذاعة فيها عراقة، فيها ريادة، فيها أصالة. بيقولوا هي الإذاعة الأم دائما، هي فعلا إذاعة الأم إذاعة دمشق دائما. يعني هي إذاعة ولادة، هي مدرسة إعلامية راسخة. يعني عن جد رفضت الإعلام بشكل عام بالتلفزيون السوري وبقية المحطات أيضا بكوادرها، من مذيعين، من معدين، من مخرجين. حقيقة لها فضل كبير علينا إذاعة دمشق. يعني نحن بنحمل كل الفخر لهالإذاعة وكل الحب لهالإذاعة، لأنه علمتنا من إلا دائما هي أمنا الثانية. إذاعة دمشق حلاوتها أنه ليست هي إذاعة سورية فقط، إنما هي حملت هموم الوطن العربي، صح. هي إذاعة وطن نقول، يعني هي رقم 2 كانت بعد إذاعة القاهرة
إذاعة دمشق حقيقة. هي أول من اشتغل على تجربة البث المباشر والموجز بدقيقة. تماما يعني هي كمان تحسب لإذاعة دمشق حقيقة، يعني حملت هموم العرب، كل المواقف جسدتها. يعني أنت عم تحكي عن تاريخ، تاريخ عالم، تاريخ وطن عربي، تاريخ سوريا، كل مرحلة يعني جسدتها بطريقتها الخاصة كأم حقيقية وكمدرسة إعلامية رائعة هي إذاعة دمشق. بيقولوا أنه هي إلى رتم معين، يعني أنه هي رتم رسمي، لا حقيقة هي للكبار وللصغار فينا نقول، يعني فيها برامج للأطفال، فيها برامج للشباب، يعني بتواكب الشباب مع الحفاظ على الأصالة، الحفاظ على هيك الرصانة اللي بتتميز فيها إذاعة دمشق. أكيد. وهون كان بدي أسألك، يعني اليوم أنت عم تشتغلي بإذاعة دمشق بظل وجود إذاعات كثيرة موجودة خاصة كانت أو غير خاصة، ولكن إلى نمط معين بالأداء إذا فينا نقول. تماماً. وإذاعة دمشق معروفة إنه الالتزام، الرصانة، كيف عم تحاولوا تواكبوا فينا نقول العصر؟ تماماً. لغة العصر اللي يمكن ما نتفق كلياتنا عليها، ولكن هي مفروضة الآن. هلا هي مفروضة، يعني أنا بحبها لإذاعة دمشق، بس أنا بدي كمان ابني يحبها. ما هيك بدنا هذا الجيل الجديد يحبها كمان ويتابعها، لانه هي عم تقدم معلومات كثير حلوه للاذاعه، اذاعه دمشق، يعني حلاوتها المعلومه، يعني ليست هي مراه فقط للمجتمع، هي تقدم ما يجب ان يكون وليس ما هو عليه الان، يعني عم تقدم رساله كثير حلوه اذاعه دمشق، يعني من التوعيه، فهي لازم كونه عم نحمل هي الرساله، فهي رساله لابنائنا، هي رساله لهذا الجيل الجديد. بسؤال أخير هيك خبرينا بشكل سريع كرمال الوقت، كيف كان احتفالكم بالذكرى؟ اختلف شيء عن العام الماضي أو شو كان في إضافة؟ كل سنة لون وشكل، كل سنة هيك بحسه أنا أحلى حقيقة، مثل إذاعتنا كل ما كبرت تحلى. الوبيل الماسي هو تماما، هو الماسي 75، يعني احتفلنا بالعيد 75 لإذاعة دمشق. أنا كل سنة بلاقيه أحلى من السنة اللي قبلها، يعني ما في أقول لك شو الفقرات اللي قدمناها، فقرات كثيرة حكينا فيها عن تاريخ الإذاعة، حكينا عن مذيعين القدامى، يحيى الشهابي، فريال أحمد الله يرحمه، زميلتنا العزيزة نهلة سوسو، محمود الجمعات، توفيق حسن، يعني مذيعين كبار يعني بهالإذاعة، وحكينا عن مخرجين أيضا لهم باع طويل في الإذاعة، الأخبار، قسم الأخبار عنا كمان مهم جدا، قسم الأخبار في إذاعة دمشق، الموسيقى، يعني إذاعتنا هيك بتلم كل شيء، فن، دراما، موسيقى، كل شيء فيها، وبالإضافة إلى الثقافة. سألتيني إنه كيف بدنا نواكب، لازم نواكب، يعني نحن بدنا نحمل كل جديد، جيل جديد شباب، أوكي، ما فينا نقول له لا نحن فقط إذاعة أم، نحن إذاعة أم بدها كل أبنائها، بدها كل الأجيال، بدها تحافظ عليهم من خلال دائما تجدد، دائما في دورات برامجية مشكورة إداراتنا، يعني في كل فترة دورة جديدة، كل ست شهور نعمل دورة جديدة، منشوف الأفضل، منشوف ناخذ آراء الناس شو حبوا شو ما حبوا، يعني حلو، هو ضروري الشارع، يعني الشارع الدعم. نحن هيك وقتنا خلص للأسف معك اليوم، خلينا هيك نعايد فرد فرد بإذاعة دمشق، ونعايد نفسنا بوجود إذاعة مثلكم، يعني وبهالكوادر الحلوة اللي مليانة أمل وعمل على طول. بدي أقول لك شكرا كثير لتواجدك معنا، و شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك، وتحيه اكيد لك. بنكمل بعض كلنا بالاعلام السوري، كلياتنا بنكمل بعض، ما في شك، زملاء عزيزين على قلوبنا انتم، تحيه لكم من بركم، من حي كل زملائنا الاعزاء في اذاعه دمشق. شكرا. وحيي كل شيء بيتابع اذاعه دمشق، تحيه من القلب، كل عام وانتم جميعا بالف وانت بالف. اهلا وسهلا، شرفتي صباحنا.